السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كتير من الناس عندها موضوع عدم خروج من البيت دلوقتي، وحجر صحي والتزام وحاجات زي كده، فهي فترة إن شاء الله تعدي على خير. طيب الوقت ده استفاد منه بإيه؟ في ناس كتير بتقول احنا قاعدين زهقانين. عايز زهقان ليه؟ يعني افتكر حديث للرسول صلى الله عليه وسلم حللك الموضوع دوت: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة لازم تهتم بالصحة بتاعتك في الفترة دي بالذات، لازم تلعب رياضة كويس جدا عشان جسمك يبقى قوي ويبقى فيه جهاز مناعة قوي، وتبطل السجاير لو انت بتشرب سجاير. لو انت بتشرب سجاير، لو مش بتشرب سجاير ممكن تبطل، ما حدش يفكر ان هو يجرب حتى ولا حتى سجارة. الحاجة التانية ان انت بقى ممكن تستغل وقتك كويس، بمعنى ممكن تتعلم انجليزي، تتعلم لغة تانية، تقرأ قرآن، تقرا كتب اللي عندك، تبدا تخش كده على الفيسبوك وتشوف سيف اللي انت الحاجات اللي انت كنت بتسيفها، تحاول تقرا اي كتب في المجال بتاعك او بره المجال بتاعك، تحاول تقعد مع العيله شويه، تقعد معاهم كده وتتكلموا، هتكتشف يعني شخصيات اخرى غير اللي انت هتعرفها. حاول تبتكر العاب، حاول تشوف العاب موجوده على النت، حاول تقرا كتب، حاول تحفظ القران، حاول تقرا اشعار، تلعب رياضه، تقرأ في مجال غير اللي انت متعود عليه. يعني ليه مثلا ما تتعلمش مثلا برمجة؟ تمام. ليه ما تشوفش ايه الناس بتدور عليه في المجال بتاعك؟ مثلا انت مهندس انشائي، تبدأ تشوف المطلوب في السوق ايه وتبدأ تعمله. خلي الاسبوعين دول يعدوا عليك بفايدة، يعدوا عليك باستفادة حلوة جدا، تطور نفسك. زي ما الامام علي بن ابي طالب بيقول: قيمة كل امرئ ما يحسن. اتعلم حاجة احسنها، اتقنها، حاول تتعلم مهارة، حاجة يدوية، شوف ايه اللي عندك في البيت وخربان وخربه وصلحه. ابدأ اتعلم مثلا ازاي تعمل صيانة للبيت، كهرباء، حاجة في السباكة، الحاجات دي كلها ما هتلاقي فيديوهات على النت وتتعلمها. خش على اليوتيوب شوف برضو ايه الحاجات اللي انت كنت الفيديوهات اللي انت عايز تشوفها. اتفرج على حاجة للشيخ الشعراوي، اتفرج على حاجة مفيدة علميا، اتفرج على ديسكفري، اتفرج على افلام مفيدة، اتفرج على افلام كرتون ويكون فيها ترجمة بالانجليزي او من غير ترجمة، هتخلي فكرة اللغة عندك اقوى. حاول تذاكر لحد من العيلة، تمام، بس يكون قاعد معاك في البيت، يعني ما تروحش البيت تاني وتنقل لهم المرض. يعني تتعامل مع كل الناس ان عندهم مرض، فابعد عنهم عشان ما يسوقش، او ان انت عندك المرض وخايف تسيبهم. فيعني حاول القدر الامكان تحافظ على مسافة بينك وبين الجميع ان شاء الله، وربنا يعدي الفترة دي على خير. حاول تتعلم مسافات اوليه، ليه لا؟ لو حصل كارثه في البيت ممكن معلومه تفيدك تنقذ حياه حد قريب منك. كويس، لو عندك اي اقتراحات تانيه حطها لنا برده في الفيديو، وان شاء الله تعدي الفتره على خير وتكون فتره نغتنم منها ان شاء الله.